السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فيديو مالتنا مخصص. وردتني هواي رسائل المستخدمين لهذا البرنامج اللي هي كريزوفوار سيموليشن، انه احنا عندنا مشكلة من الكونفيجريشن، ما ديس الصح من نغلق البرنامج ونفتح عندنا مشاكل. فصراحة راح يعني اسوي لكم فيديو اسمي العنوان مالته فول ديتيلز تو افويد الكونفيجريشن ايشوز، كل مشاكل الكونفيجريشن وفتح الريزرفوارات وغيرها ضمن البرنامج اللي هي كريزرفوار سيموليشن. راح نبلش بيها. اول شيء البرنامج تنصيبه بسيط جدا، ما يحتاج لا لايسنس ولا غيرها، ووضحناه بمحاضره سابقه. تجي وين تخزن الملف مال البرنامج، هو هذا اللي يظهر لك الاخطاء. صراحه هذا انا اعتبره اهم فيديو، لان هواي وردتني اسئله، يعني معناها هواي مشاكل مواجهه الباحثين. تمام، فهسه نرجع. اول شيء البرنامج، انا اريد افتح برنامج واسوي نيو، وين اخزن البرنامج؟ البرنامج تلقائيا من يتنصب عندك راح يكون بالسي، ضمن البروجرام بالسي. فاني هسه ابي ثلاث موديلات البرنامج، سبق ونوهنا عن الووتر سيت اب موديل، ريزرفوار نتورك موديل، سيموليشن موديل. فاني هسه اول شيء اريد اروح اسوي نيو ووتر شيد. قبل ما تبدا بهاي الخطوه حتى تتجنب المشاكل، تروح على السي، على السي، على السي. عندك البرنامج الاصلي وين تنصب؟ تنصب بالبروجرام فايل ضمن الهيك، هو ينشئ لمجموعه اسمها الهيك، هيك ريزرفوار سيموليشن. تلقى البرنامج هنا بتنصب، مو هنا تخلي الفايل مالتك، تروح على السي. اهم شيء اول موضوع طريقه وضع الفايل، وين اخلي الفايل؟ تروح على اليوزر، باليوزر تروح على عنوان حاسبتك هي من تلقائيا شنو اسمها، تلقى هذا الابلكيشن اللي يعني اللي تنصب عليه الويندوز شنو الاصلي مال الحاسبه، تدخل عليه. انا اسمه الشبكه داتا ابلكيشن، تدخل على الداتا ابلكيشن رومانين، تدخل على هاي تلقى هيك، تدخل على الهيك. اكو ذني احنا نختار الهيك ريزرفوار سيموليشن 3.3، تدخل على هذا اليوزر. تمام عيني، على هذا اليوزر سوي لك ملف. شوف هسه انا راح اسوي لي ملف في نيو فولدر هنا بغير مكان خطأ، اي مكان ثاني قرص ثاني اتوقع يطلع لكم مشاكل. فحتى راح اسمي هذا العفو اي 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 اي. تمام، هذا مجرد اكزامبل بسيط راح يخلص وامسحه، لان انا ما احتاجه، بس حتى سويته للاخوه الباحثين، لان هواي ما شيء مواجهه مشاكل. سويته سان الفولدر، رحت فتحت البرنامج، اريد اسوي نيو ووتر شيد. هذا 3.3 تشتغل على 3.1، على اي واحد دا تشتغل على 3.1 بالقديمات. راح اول شيء تحدد اللوكيشن منه عن طريق الاوبشن، تقول له اللوكيشن ات شورت كات، تعطي النيم وتعطي البروسر، تروح على المكان اللي هسه حددناه بالسي كذا. لكن هذا اذا تشتغل غير فيرجن، تمام. لكن الفيرجن الحديث اللي هو 3.3 ما يحتاج اروح على اوبشن وانطي لوكيشن، ما يحتاج تلقائيا منه، من افتح نيو ووتر شيت هو مطيني مال اللوكيشن هنا، اقدر اختار سلكت لوكيشن. فهسه هنا انطي العنوان ديسكريبشن سلكت لوكيشن، هاي احرف بالمناسبه اي كايا كانت، لان انا الغرض من عندها اريد فقط بس اعلمك حتى تتجنب المشاكل. تروح على السي، على يوزر، وين حفظنا ضمن الشبكه ضمن الابلكيشن، وين داتا ابلكيشن، هي داتا ابلكيشن. تروح على الرومنينج، تروح على الهيك، وانا هاي الهيك، تروح على الريزرفوار سيموليشن 3.3 يوزر، هنا تخزنه. شوف انا سميت الفولدر اي 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 اي، تمام عيني، اقول له اوبن. هسه اس اي، تختار التايم زون الخاص ببلدك انترناشونال، هسه انا لو ضمن العراق اختار جي ام تي. تسال اي شخص مختص شوف شنو الوقت يقرب بلدك ضمن توقيت جرينتش، تختاره. هسه انا لا على التعيين راح اختار لاي واحد، لان صراحه انا ما راح اشتغل عليه، بس مجرد ابدا اوصل لك، يعني تختار انت حتى ما ناخذ وقت طويل بالفيديو. تختار من هنا، يا انت مثلا عراق فتختار جي ام تي كذا، اسيا كذا هالشكل، مصر افريقيا هالشكل، وتختار. لازم هذا الموضوع تتاكد من عنده بالانترنت، تشوف شنو توقيتك الزمني التايم زون مالتك ضمن بلدك، راح ينطك اياها. وعلى الاغلب هنا شو استخدم؟ القاره زائد العاصمه، القاره زائد العاصمه. تمام عيني، تقول له ابلاي، بعد ما تقول له ابلاي تقول له اوكي، تقول له اوكي، ينطيك سمر صغير، قلت له اوكي. نجي لهنا، ورا ما صار عندك الملف تروح تدخل على السي نفسه، ترجع. شو تسوي هنا؟
اول شيء انت لازم محضر ملف جي اي اس. انا محضره ملف جبته من الجي اي اس وشارحته لكم مسبقا، الريتش شيب فايل مال منطقه الدراسه، الريتش مال البحيره، الشيب فايل مال منطقه البحيره، هنا خزنتهن. سوي لك ملف من البدايه حتى شلون نقول تخلص من المشاكل. من البدايه حضر هذا الملف اسمه جي اي اس الريكوايرد المند الهيك ريزرفور سيموليشن، تلقى بي هاي الملفات كلها. انا راح انسخها اقولها كنترول اي، اقول له كوبي، اغلق هذا الملف بعد ما احتاجه. ارجع للسي، وين انا خزنت الملف؟ باليوزر، وين؟ بالشبكه، بالداتا ابلكيشن، ضمن الرومانينج، ضمن الهيك، ضمن الهيك ريزرفور سيميليشن، ضمن هنا ملف صاير داخل الملف هنا. شوف لقينا اللي احنا سميناه شنو، اي سمول اي سمول اي سمول، لقيناه موجود. اهم شيء تلقى الملف موجود، تدخل عليه، تدخل على الماب مالته، هنا تقول له بيست اللي جبتهن. دلتني منين احضرهن؟ تلقوهن بوايد نسخ، تحضرهن من الجي اي اس. وينهن؟ ارجع للمحاضرات السابقه ضمن ذبن البلاي ليست الخاص بالهيك ريزرفوار سيموليشن، راح تلقان شرحتهن بالتفصيل. ورا ما نقلتهن راح يطلع لك ملفين هنا، تطلع لك هاي الملفات، يطلع لك ملف الاي اي اي وملف الستريم. شو تسوي له ما يطلع لك بهاي الصيغه؟ لان قارئته مسبقا بهاي الصيغه، افتح لي اياه. تروح عليه تقول له اوبن، يقول لك هنا لا لا، تقول له اوبن وذ، هنا هو اخذ تلقائيا، راح يطلع لك ملف هيش مثل الفارغ. شو تقول له؟ تقول له اوبن اوبن وذ، وين اوبن؟ هذا اوبن وذ، تمام. تختار الابلكيشن، الابلكيشن شنو تختاره؟ انترنت اكسبلور، هذا تمام عيني. تقول له انترنت اكسبلور، راح يقرا لك الملفات كلها انترنت اكسبلور. انت اول ما تلقاهن تلقاهن بهذه الصيغه، مثل هذه الصيغه. هاي انا بدي اقراهن، شلون اقراهن؟ تقول انطيهن انترنت اكسبلور. شلون تنطيهن؟ تضغط عليه تقول له اوبن وذ، هاي هسه شوف لان ما قاريهن قبل مسبقا، تقول له اوبن وذ، تختار مور ابلكيشن، انطيه انترنت اكسبلور ويقول له اوكي ويقرا لك اياها، تمام عيني. هذن يا هن اقراهن الملفين اللي تكونت تحت ذني، وهو راح يكون لك ثلاث ملفات فولدرات، ويكون لك ملفين عباره عن بهذه الصيغه، افتحهن وقراهن بالانترنت اكسبلور، تمام عيني. هنا واضحه، لازم تقراهن حتى يعرفن البرنامج. خلصنا هسه هاي اول مهمه. ارجع لصيغه البرنامج الرئيسي، اقول له اول شيء اروح للفيو، اقول له لاير، اجيبها لكم لهنا. شو تقول له؟ تقول له العفو، هذا حتى يتفعل اضيف ليرات، اقول له الاو لاير اديتنج، اروح على الماب، اقول له اد ماب لاير، تمام. هنا شوف انتقلنا اللي هسه سويناه الكوبي بيست، منه احدد، اقول له حدد لي بس الشيب فايلات، هسه راح اضيف مال الستدي اري، اوكي. اروح اقول له اد ماب لاير جديد، اقول له هنا حدد لي فقط الشيب فايلات، ضيف لي مال البحيره مثلا، تمام. اروح لهذا اقول له اد ماب لاير، ضيف لي الخطوه الثالثه مال الريتش، اختار ها، اقول له من اختار الشيب فايل حتى ما يصير هوس علي، لان هو يخزنهن بهواي صيغ الجي اي اس، حتى لو تقول له شيب فايل يخزنهن باكثر من صيغه جي بي جي وكذا، فانت قل له من ارك شيب فايل دوت اس اتش بي، راح يختار لك، اختار الريتش، قل له اوكي. هسه منطقتك الدراسيه صارت جاهزه، ريتش زائد ستدي اريا زائد شيب فايل. دكتوره لازم ثلاثتهم؟ لا مو شرط، بس اهم شيء الريتش موجود، بقيه ذني نو بروبلم، تمام عيني. يعني بس انا الموجودات ضفتهن، ضفتن قلت له اوكي. هسه ورا ما ضفتن اقدر اعدل عليه؟ اي نعم، تروح على الله اديتنج، تختار واحد واحد. هسه انا بدي اعدل مثلا الستريم، العفو هذا انطيه غير لون مثلا، يعني هاي التعديلات منه وشارحتها مسبقا بالفيديوهات القديمه، لان انا ما احب انه اوقف هاي الامور، لان كلهن كل موضوع هنا شارحته بفيديو مفصل بالمحاضرات القديمه ضمن هذا البرنامج. كذلك هاي مثلا اختارها هاي انيثينج، المهم ابلاي اوكي، هذا تكمل تغير لون، تضيف هاي، ارجع للمحاضرات القديمه باليوتيوب اللي نفس هاي السلسله بالهذا، راح تلقاهن بالتفصيل. كملتهن، ارجع اخر خطوه اسويها يعني هنا، اقول له ستريم اليجمنت، اختار ضمن الهايدرو اي دي مثلا، اقول له امبورتنت. صراحه جاء احكم صيغه هذا، يعني من المعقول انه اقول للشخص، اقول له روح ارسم لي سكيم هنا، او سوي لي باي سكتش ريزرفوار، يعني خاصه اذا انت تشتغل طالب، يعني حتى لو طالب اوليه مرحله رابعه، لازم اكو عندك ريفر انت محرره عن طريق شيب فايل، عن طريق جي اي اس، يعني هاي البرامج
مجموعه الهيك وسوات واي اي برنامج هيدرولوجي، برنامج خزانات، لازم يرتبط مع الجي اي اس، لازم يعني الاساس مالته جي اي اس. فهاي الامور كلها تحضر ليها من جي اي اس، وسويت لك محاضره كامله ضمن هالموضوع شلون تحضرهن وتجيبهن من جي اي اس كاملات وتجهزهن بفولدر وتخليهن لا تستدعيهن، كله مجهز تمام، خليها معلومه ناقصه بحيث انت تتعب وتدور بها. الستريم الاجمنت ايضا تقدر تغير، تقول مثلا تغير اني هاي الجكشنات، تغير كذا، ايضا ترجع على نفس الفيو تقول له لاير، تقول له هنا انا اديت الاو لاير اديتنج، بعدين تختار هذا الستريم الاجمنت اللي تكون. هذا اللون ما عاجبك برتقالي تريد تسوي اسود، سوي اسود، تقول له ابلاي تمام. اللون الاخضر ما عاجبك، المهم تغير كل هاي الامور، تقدر تضيف تنقص تطرح. هسه خلصنا، ورا ما تخلص تضيف اللايرات وتسوي الستريم اليجمنت اللي هو منه امبورتنت ستريم اليجمنت، تسوي الكونفيجريشن. هو مشكله السؤال هنا، هنا اسوي الكونفيجريشن، اقول له كونفيجريشن اديتر، اقول له نيو، راح ينطيني تعطيها اي اسم ثاني تمام. التايم زون اعطيه مثلا 1 اور، هاي ايش قد التايم ستيب، العفو التايم ستيب، اقول له اوكي. هسه هنا تلقائيا اخذهن، اقول له ابلاي، اقول له اوكي تمام. سمع شوف غير الاسم، عندك صار اثنين بالكونفيجريشن الاصليه القديمه الستدي والجديده. الاولى القديمه عاد اشتغل بها، ضيف الليارات ما تاثر، ضيفين وقولها سيف سيف ووتر شيد. لكن التكوينات لا تضيفهم قبل ما تسوي كونفيجريشن، اي تكوين هذن بالجانب كلهن يعتبرن تكوينات، سواء ريتش، سواء جكشن بوينت، سواء نود، سواء ريزرفوار، سواء ريف تول، سواء دايفيرجن تول، سواء شانل موديفيكيشن، سواء اوف شانل ستوريج، اني ثينك، هاي كلهن يعتبرن كونفيجريشن، تكوينات انت راح تضيفها. الخطا وين يوقعون باغلب الباحثين ويلقونه بالشارحه هندي كذا ظهر، لا لا لا، اغلب الباحثين يوقعون بانه انت لازم هاي الكونفيجريشن كلها تسويها بعد ما تسوي الكونفيجريشن مالتك. يعني مو على الكونفيجريشن الديفولت الموجود، الديفولت الموجود ستدي، غلط، لا تشتغل على هذا، لا تضيف كونفيجريشن على هذا، شكو شيء تضيفه تسد هذا ينغلق تروح تلقاه ما موجود. لازم تسوي اول شيء الكونفيجريشن وتروح على اليمين تختاره، هو هذا يطلع لك، يلا ضيف التكوينات. أرد أضيف لحظة الثاني أول ريزرفوار تول تمام، أضغط كنترول ما أنسى، راح أضيف هنا من هنا إلى هنا، ضفت خزان، أنطي اسمه، تشوفوني أضيف أرقام وأحرف من كيفي لأن هذا مجرد تعليم لكم صراحة. ضفت، خلصت هذا أول كونفيجريشن ضفته، أروح للووتر شيد أقول له سيف كونفيجريشن، رحت للكومبوتيوشن بوينت، أضيف هنا كومبوتيوشن بوينت، أضغط كنترول ما أنسى لأن هذا ما يتحرك حتى لو ضغطت الضغطة، إذا ما تضغط كنترول ما يرسم لك عريش كومبوتيوشن. لاحظ رسم الطاق، هذا رسم دي دي سميته أوكي. أيضا أقول له سيف كل تكوين تضيفه، أقول له سيف كونفيجريشن كل تكوين تمام. عيني عندك ليفز أيضا ضيفه وأضغط كنترول وضيفه، عندك كذا أي تكوين، بس شرط هاي التكوينات اللي أحكي عليها أضيفها مو بالستدي الأصلية الديفولت، لا تضيفها من تسوي الكونفيجريشن الأصلي، يعني الكونفيجريشن الخاص بيك أنت البيرسونال كونفيجريشن. أنا اليوم الأصلي الديفولت دزت لي الموقع مع الفيلق الأمريكي الجيش الأمريكي الستدي ديفولت، أنا ما يفيدني الديفولت، أشتغل على اللي أنا أسوي، أسميته اشتغلت عليه. هسه ورا ما خلصت على الديفولت كل تكوين اضيفه اقول له سيف كونفيجريشن تمام عيني، اروح انتقل للريزرفوار نتورك. لاحظ تخلصت من مشكله انه يقول لك هل تريد سيف الكونفيجريشن، لان انت دا سيف كل تكوين. انتقلنا للخطوه الثانيه اوكي، هذا بالمناسبه هذا الفيديو جدا مهم، جدا 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 مهم، كل يعني بعد ماكو اسئلة من جدا مهم، يعني ضروري ضروري هذا الفيديو يتابع من البدايه. نجي انتقلنا للريزرفوار نتورك، قبل ما تبلش بالريزرفوار روح سوي لك نتورك خاص بيك، تقول له نيو من هنا، تختار عادي تعطي اسم، هسه انا راح اسميه جي 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 ديسكريبشن، اختار هنا مو تختاره باللي انت سويته. اصلا النتوركر ما ينشئ على الستدي، ينشئ على اللي انت سويته الكونفيجريشن. بس انتبه وارجع واقول
التكوينات الجانبية الموجودة ضمن الموديل الأول لا تضيفهن قبل ما تسوي الكونفيجريشن. وكل من سويت الكونفيجريشن، ضفت أول تكوين قل له سيف كونفيجريشن، ضفت ثاني تكوين قل له سيف كونفيجريشن، كل تكوين نضيفه سوي له سيف، تقول له كذا، من هنا تقول له نيو، راح جاب لك ياهن بكل سهولة، كلهن استدعاهن. لاحظ كلهن جابهن اللي سويتهن أنت هنا، شوف جيت هنا استدعاهن. هاي هي هاي المشكلة وما بيها انحلت بالكامل، ما تحتاج بعد توضيح أكثر من هذا التوضيح صراحة. يعني حاولت أسوي لكم الفيديو هذا بكل حب، وما أرجو منكم غير الدعاء أخواني وأخواتي الباحثين والباحثات وطلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه المتخصصين بالبحوث العلمية. هذا الفيديو إن شاء الله راح يفيدك بالكامل حتى تتجنب كل المشاكل. هسه وراها أنت مثل ما نقول مترهي على وقتك، تروح تضغط الريتش، تضيف الريتش لمنطقة الدراسة عادي مالتك، تقول له انه هذا مثلا من هنا، تضيف الريتش تول، تضيف كذا، يعني هاي الامور. وان ذن البقية شرحتهم بالفيديوهات، تمام. تكمل الدور، تضيف الريزرفوار، تختار هسان هنا، لاحظ اختارته هذا هنا، اختار الريزرفوار، تشيك على الريزرفوار، او تختار البوينتر تشيك على الريزرفوار، تضغط عليه على الجانب ورا ما تختاره، تقول له اديت ريزرفوار، تضيف خصائص الريزرفوار مالتك، البول غيرها هاي الامور. وان شاء الله احنا شارحيها بالفيديوهات وراح نشرحها بفيديوهات متقدمه. هاي الحل الوحيد لحل مشكله الكونفيجريشن، لذلك راح اسمي هذا الفيديو، راح اسميه بهذه الصيغه، اسمي الفول ديتيلز او الديتيل تو افويد، لتجنب الكونفيجريشن اشوز، تمام. ان شاء الله هذا الفيديو راح يفيدكم، حاول تخليه هذا اول فيديو تتعلم له، يعني هو هذا يجنبك اي اكثر المشاكل تصير بهذا البرنامج بخطوتين، الانتقاله من الووتر شيد سيتاب موديل، الانتقاله من الووتر شيد سيتاب موديل للريزرفوار نتوركر. وين تكون بالووتر شيد سيتاب موديل؟ هنا بالكونفيجريشن. الاخوه الباحثين شو يسوون؟ يقعد يشتغل كل هاي الامور يلا يضيف الكونفيجريشن. هو هذا الغلط، جدا غلط. الكونفيجريشن يصير ورا ما تضيف الطبقات مال الريتشات وتسوي ستريم اليجمنت، تروح تسوي كونفيجريشن، بحيث هاي التكوينات كلها يمتى تضيفها؟ هاي التكوينات تضيفها ورا ما تسوي الكونفيجريشن مالتك، يعني لا تضيفها ولما يكون الكونفيجريشن على الديفولت اللي هو الستادي، لا تضيفها. لهنا ان شاء الله يكون الفيديو واضح. يعني حاولوا اللي اي احد من زملائكم يشتغل عليه على هذا البرنامج تدعونا على هذا الفيديو، لان هذا اهم فيديو انا اعتبره صراحه بالسلسله كلها حتى يتجنب المشاكل، لان صراحه هاي البرامج شويه ضعف بالشرح بيها، وحتى اللي يدخلها يدخلها فلسفيه، ما يدخلها بشرح مبرمج ومنهج للجميع. ان شاء الله يكون هذا الفيديو واضح لكم، التقيكم ان شاء الله بفيديوهات اخرى. اذا عندك اي سؤال او استفسار، واتوقع ان شاء الله ما راح تظهر لك مشكله، فما راح اقول لك اذا عندك مشكله بالفيديو. تقدر تراسلنا على القناة أو تترك لنا كومنت، ولا تنسون دعمنا بالقناة بالسبسكرايب ونشرها إلى زملائكم الباحثين. هذا يكون دعم إن نحن نستمر بنشر مثل هذه السوفتويرات والبرامج والمعلومات اللي تفيدكم وتخدمكم كباحثين لوجه الله تعالى. نلتقيكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى، دمتم بأمان الله وحفظه.